إن CMP1DX هي قاطعة دائرية مزودة بماسك كجزء من القابض. إن ميكانيكية الماسك تمكن قطع دوائر ذات قطر من 1 إلى 22 سنتيمتر دون تحريك الذراع. يمكنها قطع مواد مثل الورق والبلاستيك. باستخدامك الواقية المتوفرة، فإنك تتجنب عمل فتحات ذات نتوءات في المادة المقطوعة. قبل الاستخدام، أزل الغطاء وأوصلها بالجزء الدائري، وبذلك تضمن عدم ضياعها. افتح المسمار لإخراج الشفرة. بعد الاستخدام، أرجع الشفرة دائماً وضع الغطاء.